السلام عليكم المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتفرجوا فيه. اول اللي كيدوزوا هذا النهار ديال رمضان، نتمنىكم انكم تكونوا دوزتوه في احسن الاحوال. جاكم شي جوع؟ جاكم شي عطش؟ جاتكم شي سخفه امضره؟ وجاتكم شي ترمضين على هذا رمضان هذا؟ نتمنى لكم تكونوا دوزتوا هذا النهار بخير وعلى خير ان شاء الله. الحمد لله، حنا في الصراحة الله فرحانين، وحنا دوزنا هذا النهار صايمين وفرحانين الحمد لله يا ربي. ما كاينش احسن من رمضان صراحة الله، واحد الاجواء ديال رمضان كدوز زوينه والحمد لله. وهذا الشيء اللي كاين المتتبعين ديالنا، نتمنى انكم اللي اول مره كيشوف القناه ديال احلام خديجه ما تنساوش من الاشتراكات ديالكم، فعلوا الجرس، ديروا ذكر الودينات باش اي حاجه درتها توصل لكم ان شاء الله، وكثروا لنا من اللايكات باش يوصل اكثر عدد المشاهده فضلا منكم وليس امرا. كنشكر الناس اللي دخلوا عندي جداد، كنشكر الناس اللي معايا قدام، كنشكركم بزاف، الله يجازيكم بالخير وراكم دائما في القلب، وتحيه لكم كبيره كبيره بزاف، ونتمنى انكم تبقوا تشجعوني دائما وبجهد الله وبكم غادي نوصل ان شاء الله يا ربي. الامنيه ديالي انني نوصل ل 20000 كا، انا باغاها عقليله ان شاء الله، وكما كيقولوا بنقطة بنقطة كيحمل الواد ان شاء الله، وحنا غاديين والله يسهل على الجميع يا ربي، ونتمنى هاد شهر رمضان يدوز علينا بالخير والتيسير الحمد لله وبالبركه والصحه والهنا. وهذا الشيء هو اللي كاين المتتبعين ديالنا، وهذه الرساله غادي نوجهها الحافظ تي في اللي هو الاخ ديال رشيده محبوبه تي في. شوف اخويا حفيظ، انا كنقول لك بركه من المعاطيه، بركه من اختك مشات عند الام ديالها، مشات تحيي معها واحد صله الرحيم، مشات عند الام ديالها فرحتها وشافت عليها، ومهم دات لها داكشي اللي قسم الله، وانت كتقول ما كانش عليهم يديو داكشي، ما كانش عليهم يديو البصله، ما كانش عليهم يديو. شوف اخويا انت دابا عارف هما اصلا عندهم قناه وكيصوروا، ما فيها بس انهم يصوروا داكشي، هما ماشي باغين انهم باش يبانوا راهم ها باش غاديين واش داو هاش داو، هما غاديين انهم داروا واحد المبادره ومشاو عند داك الانسانه مشاو يشوفوا عليها وداو داكشي معاهم، وهما اصلا معروفين عليهم اي حاجه داروها كيصوروها مع المتتبعين ديالهم، ماشي مشكل. الله يجازيهم بالخير، حتى انت صور قول انا هاش ديت لامي واش ديت لامي وماشي مشكل، وحتى انت دير بحالهم وجيبها انت كاع عندك دوز معاك رمضان، يلا انت فقصهم كاع وجيبها عندك دوز رمضان، يلا يلا سي حافظ. انا التحدي ديالنا انك تجيب عندك الام ديالك ودوز معاك رمضان وصورها حتى انت مظهرها ولا صورها موجهه كاع يلا. ايوا وكنقول لك زعما لم كانت هي بالاراده ديالها وبغات تصور، هي كتبقى الحريه ديالها، الحريه الشخصيه ديالها انها لا بغات تبان راه ما غادي يتحكم فيها حتى شي واحد، راه هي كتبقى كبيره وبالعقل ديالها، ميمكنش هي هما غادي يجيو ويصوروها بلا الخبر ديالها. وانت كتفقص صراحه الله، راه كي بنتي في هذا الفيديو هذا راه زعما صراحه راه ما بقى فيك ما يتشاف، راه الله يستر الحسد والغيره غادي توصلك لشي حاجه اللي ما كايناش. بنادم خصو يراجع نفسه شويه ويفكر انه راه هادشي اللي كدير راه ما عنده حتى شي نتيجه وما غاديش يوصلك حتى لشي هدف نهائيا، راه غادي تمرض غير راسك صراحه الله. كنتي كتقول انا غادي نتحداهم الى مشاو لعند الام ديالي وصورات غير العتبه ديال الباب، راني غادي نفضحهم، راني عندي الاوديوات، راني عندي فيديوهات مصورين ومخليهم مخبيين، الا مشات حتى صورت شي حاجه مع الام ديالي ولا جبدتها على فمها راني غادي نحط هاد الفيديوهات وغادي نحط هاد الاوديوات. وصراحه الله راه ما عندك حتى شي حاجه خويا حفيظ، انا كنقول لك خويا واخا الله يستر شي اخ يكون بحالك، سمحوا لي المتتبعين، ولكن صراحه الله ما عندك حتى شي حاجه مخبيه، غير بلا ما تبقى تهضر راك والله العظيم راك تضحك عليك غير الناس. وشحال من واحد صراحه في الكومونتيرات اللي داخلين عندك الفيديو اللي كدير راه حتى شي واحد ما متفق معاك، حتى شي واحد ما قال لك برافو عليك حفيظ هادشي اللي كدير، حتى واحد ما كيشجعك، حتى واحد ما جمعك في هذاك الكومونتيرات كاملين، كل شيء ضدك اودي السي حفيظ. خاصك
تراجع نفسك شويه، وخاصك ما عرفتش انا واش واحد كيدافعك لهذا الشيء، واش واكل شي حاجه، واش زاطم على شي حاجه، ولا مخلف على شي حاجه كما كنقولوا، ولا عافط على شي حاجه، ولا واكل شي حاجه من غير الخبز كما كنقولوا. هو اللي ما بقيتش عاقل راسك اش كتقول، وليتي عا كتخربق غير كتهضر بلا رباح، بلا شي حاجه، بلا شي حاجه مهمه، بلا شي حاجه كاينه غير التخربيق وصافي. والله العظيم الا وليتي عا كتخربق غير داوي خاوي خلاوها الناس اللي كيعرفوا صراحه الله. والله العظيم زعما ما كاينش شي حاجه اللي هي فري، شي حاجه اللي الناس غادي يتصنتوا عليها وغادي يستافدوا وغادي انهم يشجعوك. انا كنظن صراحه الله راه ما كاينش شي واحد اللي غادي يشجعك، اللي غادي يشجعك غير اللي باغي فيك الخدمه واللي غير كيحرش فيك وصافي. حتى واحد ما غادي يرضى انه يخرج ويعاير اختو بشي كلام اللي ما خصوش يتسمع نهائيا، لا هو لا الاخت ديالك لا راجل الاخت ديالك، لانهم هما واحد الناس الله يعمر ليهم الدار صراحه الله، رشيده، واحد الانسانه اللي هي القلب ديالها بيض، واحد الانسانه اللي هي طيبه وشريفه، وواحد الانسانه اللي هي داخله سوق راسها، ماشي واحد الانسانه ديال العيب، ماشي واحد الانسانه ديال المشاكل، ماشي واحد الانسانه اللي زعما موالفه بالصداع وموالفه بالمعايره والمعاطيه في القنوات ودكشي. وطحتي عليها بحال الصاعقه كما كنقولوا، غير جيتي وبقيتي يا فوم وما قال، راح شوم عليك صراحه الله. كما كنقولوا ما خصش الانسان انه يبقى غير يتسرع ويقول شي كلام اللي ما كاينش. دابا انا غادي نقول واحد الكلمه كتبقى غير تهديدات، انا غادي نفضحكم، انا غادي ندير لكم، انا غادي نوصلكم، انا غادي نشوهكم، انا غادي نشوهك سيدي عدي، انا غادي ما عرفتش انا اشنو دار هاد حسن، اشنو دار هاد حفيظ، هاد محبوبه كامل، هاش دارت هاد رشيده، اش دار هاد كنظن هادشي غير التخربيق. وشتي اللي كون هما عارفين انهم عندهم شي حاجه اللي غادي يخافوا عليها وغادي يحشموا عليها، وراهم ما كانوش غادي يمشيو عند الام ديالها، كانوا غادي يخافوا انك عطيتيهم واحد التحدي وعطيتيهم واحد الانذار اللي كان كما كتقول انت، عطيتيهم واحد الانذار انهم لا مشاو لعند الام ديالها وتصوروا معها حتى العتبه ديال الباب ما يصوروهاش، وهما عارفين راسهم راهم ما دايرين حتى شي حاجه من داكشي اللي كتقول. ومشاو بوجههم حمار، صوروا الدار في الدار، وصوروا العتبه، وصوروا داكشي اللي داو، صوروا حتى تازا هي شفناها معاهم، صوروا حتى ملي كانوا كيتقضاو، شحال من واحد تلقى رشيده وسلم عليها، شحال من واحد فرحان اللي شافها، شحال من متتبع اللي هضر معاهم تما، وعارفين راسهم راه انهم ما دايرين حتى شي حاجه، وما عندهم حتى شي حاجه اللي غادي يخافوا عليها، ولا شي حاجه اللي غادي يحشموا عليها، ولا شي حاجه اللي غادي انهم ما يقدروش انهم يتحداوه ويديروها. عارفين راسهم انهم ما دايرين حتى شي حاجه اللي غادي يخافوا عليها نهائيا، عارفين راسهم ناس مزيانين، ناس عارفين اش كيديروا، عارفين اشنو اللي مزيان واشنو هو اللي ما مزيانش، تايقين في راسهم، وعارفين راسهم انهم كيديروا غير الخير، واللي كيدير الخير راه عمره ما يخاف، اللي كيدير اللي كيعرف بينه وبين الله راه ما يخاف حتى شي حاجه نهائيا، وهما هذاك الشيء اللي كيديروا. الحمد لله انت خصك تكون فرحان اللي مشاو عند الام ديالك وشافوا عليها وحيوا معها صله الرحيم. والمهم واخا صوروا معها كاع نقولوا حنا هي ما كانش في راسها، راه ما باينه كاع، راه باين غير ظهرها، وانت هادشي راه فاقصك وقاتلك، وراك غتموت غير بالحسد والسم. والله العظيم السم هذا كيكون في العيالات، في العيالات معروف عليهم السم، وانت يا ما عرفتش انا مني جايب هاد هاد الحقد وهاد الغيره وهاد الحسد وهاد وهاد الكراهيه وهاد السم والعواشر، ولا من غير العواشر زعما انت اللي خرجتي اول مره كتضرب اختك وكتعايرها، انت اللي خرجتي اول مره بالكلام اللي ما خصوش يتسمع نهائيا، اللي ما تقدرش تقوله حتى للناس، ماشي عند اختك اختك ولا ولا راجل اختك، لانك حشومه انكم انك زعما تجبدها ولا تقول عليها شي كلام اللي اصلا هو ما كاينش، راه واخا يكون كاع راه ما كانش عليك انك تجبدو، ماشي اللي هو ما كاين كاع وتبقى غير اجي فوم وقول باللي كاين باللي ما كاينش، وداكشي اللي كتقول كله ما كاينش نهائيا، وانت راك متاكد من داكشي اللي كتقول راه ما كاين منه والو غير تخربيق في تخربيق. ومراتك اللي كتقول حشومه عليكم وصورتو معاها وداكشي هذا كيبقى هي والام ديالها،
رشيده والام ديالها، انت هي بعيده كل بعد على رشيده والام ديالها، وكيبقاو هذيك امها وهذيك وهذيك امها وهذيك بنتها. الا بغات تصور مع امها كتبقى الحريه ديالها، كما الا صور هو الا صورت هي مع امها وانت راجلك صور مع امه، راه كيبقى حتى انت راكي برانيه، كما كيبقى حسن براني كما قلتي حتى انت كتبقى برانيه، حتى انت ما خصكش تباني معاها، لان داكشي كيبقى هي الحريه ديالها مع الام ديالها. الا بغات امها تبان معاها راه عاديه، ماشي شي حاجه، ماشي غتبان في واحد الصوره ولا في واحد الحاله اللي ما تقدرش تتفرج فيها، عاديه مراه لابسه بيجامتها كما الامهات المغاربه كاملين، دايره درتها كما الامهات ديال المغاربه كاملين، عاديه جدا. والانسان اللي كان محترم راسو وكيعرف بينه وبين الله، راه واخا يكون لابس كما بغى يلبس، كيبقى داك الشيء شنو هو في القلب ديال بنادم. راه كاين شي واحد داير الخمار وداير النقاب، انا ما كنعممش، وكيكون الفعايل ديالو ما كيديروهمش لراسهم عريان، وكيلبسوا اللبس اللي ماشي هو هذا، وما كيديروهمش للناس اللي كيكونوا داير النقاب او الخمار. وانا ما كنعممش، ما كنقولش كلشي، كاين الناس المزيانه وكاين الناس الخايبه، كيبقى القلب ديال بنادم واشنو هو فيه، وهادشي اللي كاين. غير هو بنادم ما يبقاش يقول شي حاجه اللي ما كايناش، ما يبقاش دابا نتايا والله العظيم انا كنشوف شحال من واحد انه كيستهزأ بك حافظ، لانك كنتي كتقولي الا مشيتو ومتيقن من راسك، الا مشيتو ومشيتو عند الام ديالي ما تجبديهاش حتى على فمك، خلينا ما مشات باقا ما مشاتش، كتقول ليها ما تجبديش الام ديالي، ما تجبديش الخط ديالي على فمك نهائيا، ما تذكريهمش، ما تقوليش حتى امي، هذه راه ما كايناش كاع. ما عرفتش انا مني جايب هذا الحكم، هاد الحكم ما كانش حتى بكري، الناس اللي كان كيعاودوا لينا راه هاد الحكم هذا ما عمره كان، وانت عاد درتيه ما جبدش امي، هذه ما كايناش كاع. على مال امك بوحدك، حتى هي امها وخوتها لو كان عرفوا كنا عرفوها هي اللي ظالمك، راه اصلا خوتها ما كانش غادي يجيو من جهتها، راه كانوا لو كان كانوا كلهم معك انت وما يكونوش مع رشيده، ولكن عارفين اختهم رشيده انسانه طيبه وانسانه ظريفه ومعقوله وما كتجبدش العار كما كنقولوا فم بلا عار. داكشي علاش جاوا مع الاخت ديالهم، راه واخا تقول فيهم اللي قلتي راه ما كاينش اللي غادي يتيقك، ولا انه غادي يقول هذا الشيء اللي كتقول راه صحيح، راه صراحه الله كلشي غير هضره خاويه اللي ما عندها لا اصل لا مفصل لا علاقه لها بالواقع نهائيا. من الاحسن انك تبع الفيديوهات اللي كنتي كديري من قبل، وخلي عليك هاد الناس، الادسونس راه غادي يعميك والله العظيم، الادسونس غادي يخرج عليك صراحة الله. خلي هاد الناس عليك في التقار، لانك انت عارفهم ناس مزيانين، غير هادشي كيبقى الحسد والغيره هو اللي كيدفعك بانك تهضر عليهم بالهضره خايبه وتقول عليهم شي كلام اللي ما كاينش. الحمد لله حسن راه واقف مع رشيده، والحمد لله والله الا احنا فرحانين لانها طاحت في راجل صراحه الله، وواقف مع اختك، راك خصك تكون مفتخر بحسن، عكس ما تكون انك كتهضر فيه وكتقول انه ما كيسواش وانه نصاب وانه شحال في حاجه قلتي، راه خصك تكون مفتخر بحسن اللي كيتعامل مع الاخ ديالك مع الاخت ديالك بواحد المعامله اللي هي طيبه، واحد المعامله اللي هي حسنه، وكما شفنا الفيديو ديالو كلام ديال المعقول وكلام ديال الكلام ديال الرجال صراحه الله. الحمد لله، لان ربي راه ما كيحيد لك حاجه حتى كيعطيك حاجه اخرى. لو كان هو حسن جاي يتبع الهضره ديالك، لو كان علم الله فيك انا غادي يوصلو، ولكن الحمد لله حسن بالعقل ديالو وعارف رشيده انها اش كتسوى، عارف رشيده العلقه اللي عرفها مهليه فيه، مهليه في وليداته، مهليه في دارها. الحمد لله وحنا شفنا هذا الشيء، وكل شيء كيشهد بهذا الشيء، وعندهم متتبعين ديالهم حقيقيا اللي كيحماقوا عليهم في اي بلاصه فيما مشيت خارج الوطن وداخل الوطن، وهذا الشيء هو اللي كيزيد بهم القدام ان شاء الله. وانت يا غير غتبقى غير هضر هضر هضر، ما عندك حتى شي حاجه ضدهم، ما كاين لا نص بلا حتى شي حاجه، واللي كتقول نصابه وكينصبوا على الجاليه، واش انت المحامي ديال الجاليه
واش نتايا رجال يشكاو عليك وهما ما قدروش يهضروا، واش نتايا الجاليه انت اللي كتدافع عليهم، حيت هما راه عندهم فمهم، عندهم لو كان خرجوا هما هضروا وقالوا هاش دالنا حسن وهاش داو لينا محبوبه، ولكن هاد الشيء راه ما كاينش حتى حاجه منه غير بلا ما تبقى تمرض راسك، لا ما تبقى تفقص راسك. اتق الله وحيد عليك هاد الهضره في اختك وفي رجلها وفي عائلتها، في عائلتها اللي هما عائله رجلها، والحمد لله ربي طيح في واحد الناس اللي هما مزيانين وواقفين معاها، والحمد لله. وهي جات فرحانه، لا هي ولا محلمه ولا فاطمه الزهراء ولا اختي رشيده، جاوا فرحانين من عند الام ديالها وراضيه عليهم وراضيه على حسن وفرحانه بحسن لانهم تهلينا في بنتها مزيان، والحمد لله على هذا الشيء هذا. وهي عارفه حسن اش كيسوى، راه ما عمرها تكون ضد حسن الام ديال رشيده، وهذا الشيء اللي بغينا. الحمد لله يا ربي، ونتمنى لكم رمضان مبارك كريم، ومع السلامه. وحتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، ومع السلامه.